أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو للإعداد للقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان بوتين أعلن في مطلع يونيو حزيران عن استعداده للقاء ترامب، موضحاً أن العديد من الدول على غرار النمسا بشكل خاص مستعدة لاستقبال لقاء القمة هذا.